السلام عليكم، رجعت عندكم حبوباتي. ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. عندي بزاف ما درتش الفلفل معاكم. داكور خوتي، انا والله غير نقولكم صراحة خفت يخسر لي، على بالكم شريته غالي ومن بعد نروح نخليه يخسر هكايا. ونطيبو وندير له طوماطيش ونديرو في باطا وزيت قبايل كاين. باردون، وزيت قبايل خوتي كاين، وحنغطيه ونطيبو ونهرسو اليوم. كيما غدوة نروح نشري دقيق تاع ماشي القمح تاع الشعير، وندير كسره اللي قلتها لكم خاوتي. الكسره اللي قلتها لكم هذيك تاع ماشي الحرش، انايا يعني نديرها، لا داكو خاوتي، هنا نديرها انا نديرها اغرم تاعنا تاع بكري، نقولوا له اغرم وين مكيسقرنا كنتورا، ثاني هرقي ديجا. نخلوه يطلع، انا نديرو ومن بعد نوري لكم كاع كيفاش راني نديرو، فهمتوا؟ ومن بعد يقولوا بالعربية غرم الخسيس، ومن بعد هو يطلع يتشقق كي المطلع، فهمتوا؟ ومن بعد ترفدوه ديروه هكايا في البلاط دو طرافاي هذيك، وتمسلوه اتمسل ماكو يتاكاكيا بلا يحمو بوفراح، تخمم داخل بوفراح، ديرو داخل بوفراح يطيب له يباركي، تحليها كتقولي متشيمه داخل، كي شغل متشيمه كيفاش تمتشمت. بالعربيه مانيش عارفه كيفاش. المهم داكور خوتي، انا درك حنديرو داخل الفور ويطيب مع لا طوماط لا سويتو، بعد ان شاء الله نرجع لكم. شكرا حبوباتي.